السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة مطبخ الأصدقاء. اليوم غادي نقدم لكم تورتة الشوكولاتة. تورتة سهلة وبنينة ومن طبيعة الحال الشوكولاتة شكون ما كيحبوش. لتحضير هذه التورتة كنخليكم تتبعوا معايا الطريقة والمقادير. كما كتشوفوا كنحتاج الفون دو تارت اللي هي تورتة اللي موجودة، 190 غرام شوكولاتة، 200 غرام كريمة سائلة كاملة الدسم، 20 غرام جلوكوز، 30 غرام زبدة. هذه غنوجد بها لاغاناش. تابعوا معايا الطريقة. كنسخن الكريمة السائلة مع الجلوكوز، كي كتسخن الكريمة السائلة كنصبها على الشوكولاتة وكنمزج الكل حتى كتذوب الشوكولات وكتولي كتبري وما فيهاش الهواء، ما داخلش فيها الهواء يعني ما كنطربهاش، هي كنمزجها. نخليكم مع الطريقة. حالة لما داب لينا الشوكولات يعني انه كمية قليلة دغيا كيبرد، كندير حمام مارية غير الماء سخون بلا ما نرجعو فوق البوطة، وكندير فوق منه الشوكولات وكنكمل الذوبان ديالو.
ومن بعد كنبقى نزوقها نبدا نزوقها بالكريمه السائله. بطبيعه الحال الزوق كيبقى اختيار لكم. ملي كنسالي هنا كنخليها في الثلاجه لمده ساعتين على الاقل. كنتمنى تكون الوصفه عجبتكم، الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا.